السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المحاضرة مقدمة لطلبة المرحلة الأولى في قسم الرياضيات كلية التربية للعلوم بصرفة جامعة بابل في مادة أسس الرياضيات من قبل الدكتور علي حسين العبيدي. هذه المحاضرة هي آخر محاضرة في هذا المقرر، وسنتناول التمثيل الهندسي للدوال المتقابلة وبعض أنواع الدوال المعروفة مثل دالة القيمة المطلقة والمتتابعات والمتسلسلات، وأخيرا سوف نناقش مفهوم الأعداد الأساسية geometrical characterization of bijective functions. Consider now function of the form f from R to R. لنعتبر الآن دوال من صيغة f بحيث f من مجموعة الأعداد الحقيقية R إلى نفسها. Since the graph of such function may be plot in Cartesian plane R square. مثل هذا المخطط لهذه الدوال ممكن رسمه في المستوي الديكارتي R تربيع. And since function may be identified with their graph. وهذه الدوال ممكن تمثيلها أو تمييزها من خلال مخططاتها. We may wonder whether the concept of being one-to-one and onto have same geometric meaning. نحن نتساءل فيما إذا كانت مفهوم كون الدالة شاملة أو متباينة تمتلك المعاني الهندسية. The answer is yes. Specifically بصورة خاصة f from R to R is one-to-one. إذا الدالة F من مجموعة الأعداد الحقيقية إلى نفسها تكون متباينة if each horizontal line intersects the graph of F in most one point. يعني إذا كان الخط الأفقي يقطع مخطط الدالة بأكثر شيء نقطة واحدة، راح أقول على أنه هذه الدالة هي دالة متباينة. اثنين، F من R إلى R is onto، يعني تكون الدالة شاملة if each horizontal line intersects the graph of F at one or more point. يعني عندنا إذا كل الخطوط الأفقية تقطع المنحني F أو المخطط لF نقطة واحدة أو أكثر، راح أقول على أنه الدالة F هي دالة شاملة. هناك على الأكثر الخط الأفقي يقطع نقطة واحدة حتى أقول على أنه الدالة هي متباينة. بالشاملة حتى أقول على الدالة شاملة لازم يكون الخط الأفقي أو كل الخطوط الأفقية تقطع الدالة بنقطة واحدة أو أكثر. Accordingly, if f is both one-to-one and onto or bijective invertible, then each horizontal line will intersect the graph of f at exactly one point. طبعا طبقا اذا كانت الدالة f يعني متباينة وشاملة، يعني معناته انه يتقابل او انها قابلة للانعكاس، فان كل خط افقي راح يقطع المخطط للدالة F بالضبط بنقطة واحدة فقط. يعني إذا كان كل خط أفقي يقطع مخطط الدالة بأكثر شيء نقطة واحدة فقط، راح أقول على أنه هذه الدالة هي دالة متقابلة، يعني شاملة ومتباينة، وبنفس الوقت إذا كانت متقابلة فهي قابلة للانعكاس. خلنا نجي ناخذ هذا المثال. Consider the following four functions from R into R. أول دالة هي عندنا F1 هي X squared, F2 2X, F3 X power 3 minus 2, X squared minus 5 plus 6, F4 equal X power 3. The graph of this function appear in the following figure. يعني المخطط لكل من هذه الدوال راح يكون
بهذا الرسم اللي هنا. هنا observe that the horizontal line that intersects the graph of n of 1 twice, and there are horizontal lines which don't intersect the graph of 1 at all. يعني هنا لو تشوفون انه حتى الخطوط الأفقية، كل الخطوط الأفقية اللي تقطع الدالة F1، راح نشوف انه فقط اللي في المنطقة اللي هي فوق الصفر، لكن تحت الصفر ماكو اي خط افقي ممكن ان يقطع الدالة، لان الدالة ما معرفة هنا، معرفة فقط في الجزء العلوي في هذا الربعين اللي هنا. فلذلك هنا عندنا اول شيء راح اقول على انه الدالة هذه لا هي شاملة ولا هي متباينة. ليش لا هي شاملة؟ اول شيء ليش مو هي متباينة؟ لان انا شنو اولا الشرط مالتي كان انه لازم كل خط افقي على الاقل يقطع الدالة بنقطة واحدة. زين بالشاملة طبعا هنا كل خط افقي لازم، فلذلك الخطوط الافقية اللي بهذا الجانب ما تقطع الدالة بأي نقطة، لذلك راح تكون غير متباينة. وإذا كانت شاملة لازم الخطوط الأفقية تقطع على الأقل الدالة بنقطة واحدة أو أكثر. هنا اللي الخطوط الأفقية بهذا الربع راح تكون أو ما راح تقطع الدالة. راح نجي بعدين على F2 is 1 to 1 but not on 2. F3 is on 2 but not 1 to 1. يعني هنا ال F3 نشوفه هي الدالة راح تكون يعني كل خط افقي هنا قاعد يقطع الدالة بأكثر من نقطة. ليش هنا لو نشوف هذا الخط الافقي كم نقطة قطع الدالة؟ بأربع نقاط تقريبا. فلذلك هنا الدالة تكون شاملة لكن غير متباينة. هنا شوف الدالة 3 is on 2 but not 1 to 1. هنا F4 is both 1 to 1 and on 2. هنشوف 4 هنا لو تشوفون كل خط افقي هنا راح يقطع الدالة بنقطة واحدة، لذلك هي راح تكون 1 to 1 و on 2. فلذلك فقط الدالة 4 هي دالة متقابلة. ومن هنا راح نقول انه الانفيرس اوف F1 هم اللي هو هذا الكيوب يكون شكله هذا الشكل. فلذلك هنا هذه الدالة F4 هي دالة متقابلة. نجي الى تعريف او نجي الى موضوع الماثماتيكال فانكشن. الماثماتيكال فانكشن يعني الدوالة الرياضية. نجي هسه الى دوالة رياضية ماثماتيكال فانكشن. التعريف الاول invertible bijective function sigma from x to x is called permutation. يعني الدالة الشاملة او القابلة للانعكاس سيجما من x الى نفسها تدعى تبديل على x. permutation يعني تبديل او تبادل. The composition and inverse of permutation on x and the identity function on x are also permutation on x. يعني الدالة المركبة او القابلة للانعكاس للتبديل على x والدالة الذاتية على x تكون هي ايضا دوال تبديل على x. Suppose x equal 1 to n, then a permutation sigma on x is frequently denoted by. يعني لنفترض انه x هي مجموعة منتهية من 1 الى n، فان التبديل دالة التبديل سيجما على x هي بصورة معتادة
يرمز لها بالشكل التالي: سيجما، أول شيء من هذه المصفوفة هو واحد، نخلي العناصر مال المجموعة أو اللي هي تمثل قيم المجموعة X، 1 2 3 إلى N، وهنا J1 J2 إلى JN ذني راح تمثل شنو هي الترابيز، يعني ممكن هنا تكون 2 J1 يعني بمكانها ممكن 2 3 4 أي عدد آخر، ممكن يكون 1 أيضا. و J1 equal sigma i، يعني هنا sigma i هي شو تمثل؟ تمثل قيمة شنو؟ J i. هنا العفو، هنا لازم نكتب J i، مو sigma i، هنا تقابل J i، فهنا الواحد مكانه i. The set of all such permutation is denoted by Sn، يعني كل مجموعة التباديل اللي ممكن أن نرتب بها القيم مال X نسميها هي بمجموعة Sn. وهنا كل أو عدد المجموعات اللي ممكن أن نوجدها بالSn جاي من n فاكتوريال، يعني هي n مضروبة في n ناقص 1 إلى 1، يعني هذا الضرب اللي هو يكون 1 2 3 إلى أن نوصل إلى أن نضرب n به بالأخير. مثال: for example we have، يعني إذا عدنا مثلا هنا 6 عناصر من 1 إلى 6، فهنا 4 مقابلة 1 و2 والستة قابلة 2 والواحد قابلة 3 وهكذا، فهذا شو نصيح له؟ is permutation in S6، يعني هنا شو نقول عليه؟ هو تبديلات في مجموعة كل التباديل اللي هي S6، يعني هنا 6 معناته شنو؟ تحتوي على 6 عناصر. And then يعني قد عدد التبديلات اللي هي موجودة في المجموعة S6 هو 6 فكتوريال واللي هي تقريبا 720. بعض الأحيان احنا ايش نكتب؟ نكتب فقط اللاين الثاني، كون ان اللاين الاول هو ثابت، يعني ما نكتب يعني العناصر اللي موجودة بالصف الاول، فقط عناصر الصف الثاني، لان الصف الاول عناصره معلومة. اوكي، ولذلك راح تكون سيجما بهيك حاله فقط 4 6 1 2 3 5، يعني هيك يكون شكلها. عفوا، هنا هاي الخمسه تنحذف لان احنا عندنا 4 6 1 2 3 5، الخمسه تنحذف زايده. هسه نجي الى تعريف اخر، هو تعريف الفلور والسيرين، يعني الأرضية، دالة الأرضية ودالة السقف. يعني لنفترض اكس بي اي عدد حقيقي بي اني ريل نمبر، then اكس lies between two integer called lower and ceiling، يعني اذا كان اكس عدد حقيقي فانه اكو عددين طبيعيين او صحيحين، هذا العدد الحقيقي يقع بيناتهم، الأول نصيح له الفلور والثاني نصيح له السيرين. من اسمه يعني شلون أنه هذا العدد الحقيقي صاير بغرفة، وهاي الغرفة بها أرضية وسقف، فالأرضية احنا نصيح لها فلور، واللي هو شنو؟ يعطيني الأصغر great integer that doesn't exist x، يعني هو أكبر عدد صحيح ما يجتاز الاكس، يعني يكون اقل من عدة قيمة. فهنا السيلينج بالعكس يكون last integer that not less than x، يعني هو اكبر صحيح هنا بس ما يكون يعني يكون اكبر من x يكون. يعني هسه لو تشوفون راح ناخذ هنا اعداد، لو تشوفون
هنا 5.20 هذا عدد حقيقي 5.20. تشوفون هذا الرمز هذا مال الفلور، تشوفون انه صاير يعني الخطوط لي جوا، ف راح تكون ناخذ اقل عدد صحيح بالنسبه للفلور من اسمه ناخذ الاقل 5. بس من نجي ناخذ السيلينج له راح تكون 6، فهو 25 صاير بين الفلور 5 والسيلينج 6. 8 نفسيتها يعني هي عدد صحيح، الفلور مالتها 8 والسيلينج مالتها 8. اوكي، لان شنو هذا معناته؟ انه عندي انا الاكس عدد صحيح، اذا كان عدد اكس صحيح فان السيلينج والفلور راح يتساوون، يعني فلور فاكشن وسيلينج فاكشن راح يتساوون. هسه لو تشوفون هذا هنا ماينس 10.6، تشوفون الفلور مالته راح يصير سالب 11. ليش؟ لان سالب 11 اقل من سالب 10، لذلك هو راح يكون الفلور مالته. بس السيلينج راح تكون شنو هنا عندي سالب 10. ليش؟ لان سالب 10 بوينت هاي تكون لازم هي اقل من سالب 10. هنا نفس الحالة اللي هو جذر 7، الجذر 7 طبعا صاير بين 2 و3، ف يعني 2 عدد صحيح هو اصغر شيء بالنسبة الى راح يصير فلور، والجذر 7 الاكبر شيء به هو السيلينج راح يصير 3. ليت x هنا بي اني ريل نمبر، ليكن x هو عدد حقيقي، the integer value of x يعني العدد الصحيح ل x writing int، يعني شنو هنا int معناته انه integer مختصر، اول 3 حروف من integer of x، convert x into integer by deleting truncating the fraction part of the number، يعني احنا الفراكشنال بارت راح انقطعه ونبقي فقط الصحيح. يعني مثلا هنا الانتجر مال 3.14 هو بس 3، الانتجر for جذر يعني square root 5 equal 2، هنا also انتجر minus 8.5 minus 8، انتجر 7 7، هنا الانتجار يساوي لي فلور فاكشن، يساوي لنا السيلينج فاكشن، يعني وهذا طبقا علما اذا كان العدد صحيح موجب او سالب، يعني اذا كان العدد اكس موجب او سالب، هذا يعتمد عليه. لو تشوفون هنا العدد سالب كان، فش اخذنا؟ اخذنا سالب 8، سالب 8 هنا شبيهة اكبر من ماينس 8.5، هذه اكبر من عدها، فلذلك راح تكون هذا الشكل. هسه نجي الى تعريف اخر اللي هو تعريف the absolute value of real number written a b s of x، واللي هي مرات خطين للاكس معناته هو مطلق. هذا معناته شنو؟ هو اكبر عدد بين الاكس والماينس اكس، يعني يعني هنا مثلا لو ناخذ القيمه المطلقه للصفر هي الصفر، اذا كانت الاكس لا تساوي صفر فقيمه الاكس هي دائما اكس، يعني شنو معناته؟ اذا كانت موجبه، اذا كانت اكس موجبه، واذا القيمه المطلقه لاكس تساوي لنا ماينس اكس يعني هذه قيمه اكس هنا سالبه، وهذه الدالة مع القيمة المطلقة هي دائما موجبة، لذلك هنا نشوف إذا كانت العدد إذا كان العدد سالب راح نضربه بسالب فتعطيني قيمة موجبة. هنا مثلا لو نشوف هذا المثال اللي هو -20 راح يكون
20 أو absolute value minus 20 equal 20, absolute value for 9 equal 9, absolute value for minus 6.66 هذا يكون 666 وهكذا. فهنا يقول انه الابسوليوت فاليو للاكس يساوين ماينس الابسوليوت فاليو ماينس الاكس، وبالتالي هذا لكل اكس ما يساوي صفر، وهذا يعنيني انه الابسوليوت فاليو للعدد اكس هي دائما موجبه.